بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا الاول باول طبق هو السمك البلطي عشان في شغل شويه وهنشتغل ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. عايز اتبله تتبيله حلوه واقطعه تقطيعه كمان مختلفه عن كل المرات ونسوي تسويه تكون سهله. هو ده الحكايه الصراحه يعني. ازاي سهله؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا هنجيب بوله فاضيه وهنجيب البوله الفاضيه الحلوه دي اول حاجه فيها حبه كزبره خضراء فريش وحبه شبت فريش. حلو الكلام. وهنجيب معلقه ثوم مفروم فريش ومعلقه هريسه فريش. تمام. وعندي جزرايه وحبه كرفس على كوريت بالشكل ده وعليهم كمان ممكن بصلايه مش كتير ده للبولتي وعليهم كمان ليمونه والتوم شرايح بس كده وعليهم حبه فلفل اسود وحبه ملح يلا بينا نفرمهم فرمه سريعه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ده الحشوة مع التتبيلة طبعا. هنشوف بس كده شايف المنظر عامل ازاي. وناخد الكلام ده كله هنا كده ونيجي بقى نشوف ناقصنا ايه تاني. ناقصنا معلقه لطيفه حبه كركم على كاري معلقه حلوه تاتش شطه مجروش حبهان مطحون سن الجوز الطيب معلقه ملح كمان معلقه تاتش كزبره ناشفه طبعا ولو عندي او بحب بهارات السمك انا تمام. زيت عباد او دوره مش شرط يكون زيتون ليمون متشكرين كده زي الفل قوي. تتبيله فوق الرقه اقلب عفوا كده شايفين الملامح عامله ازاي بالليمون بقى الفريش والمعصور والثوم كل حاجه كل حاجه موجوده جوه زي الفل. الكلام ده كله لايه؟ للسمك البولتي. طب وبعدين السمك البولتي اخباره ايه بقى؟ هنشوف هنعمل فيه ايه. عايز امشيه بطريقه حلوه مختلفه شويه ولو حبينا نعملها بالطريقه دي تمام ما حبيناش ممكن يعني نسيبه زي ما هو عادي. حالا بقى عشان نشتغل على نظيف خضار الفريش في التتبيله فوق الرائعه حاجه كده يعني تشم وتستمتع. طيب السمكه دي هنعمل فيها ايه؟ ركز معايا يا استاذ معلم ممكن هنيجي من هنا خدت بالك واعمل كده بسم الله او اهو كده اسهل تمام ماشي معايا انت بس كده. اهم حاجه نكسر بس ايه الدماغ من النص كده زي ما حضراتكم شايفين. بصوا عاملين تطلع معايا كده خدت بالك بص اهو وروح عامل كده بس كده ده اللي انا عايزه. تاني نقسمها على نصين من كده. بص يا استاذي معايا ركز خدت بالك
لو عايز تشيل بقى كده شايف الحاجات دي مش عايزها مفيش مشكله. ممكن نعمل طريقه تانية من النص كده شايف اهو، وامشي تاني كده تمام تمام. هجيب عندي الصينيه فاضيه، وامسك بقى السمك الحلو ده كده، شايف المنظر عامل ازاي كده. بص بقى انت معايا يا فندم اهو، شوف شايف التتبيله عامله ازاي جوه وبره كده وكده اهو. تمام يا فندم تمام. حد يرد عليا يا جماعه؟ طيب ما تردوا عليا، انا بكلمكم انت على فكره عشان تصوروا. واجي اعمل كده وش وظهر اهو، تتبيله فوق رائع. بص المنظر، عايز امشيها على كده بقى واروح حاشي تاني وامشيها صينيه ماشي، عايز امشيها زي ما هي برضو على الشبكه برضو ماشي، بس انا همشيها صينيه النهارده بشكل مختلف. واجيب حبه الفلفل الحلوين دول احطهم على الوش، حبه الليمون سكه مختلفه ما يبقاش زي ما كله كل مره، عشان لو عندي فيش انا تمام كل الحاجات دي كلها زي الفل. دول مش هرميهم في دماغي اوظفهم معايا في حاجه تانية، هنشوف ايه هي. برضو كده صينيه السمك خلصت، تتبيله فوق الرائع، السمك مفتوح من النص يخش على طول على الفرن ياخد وقته. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى من غير ما اغطي عليه عشان ما يبقاش متبخر يخش في حلقة السلق، يعني بخاف من الحاجات دي شويه. نجيب بقى السمك البلطي اللي فيه الصينيه، بسم الله ده يتغرف زي ما هو كده على طول. بص السمكيه عامله ازاي، سكه تانيه خالص، صينيه سمك بولتي بالخلطه والتتبيله، ولا هو سنجاري ولا هو مشوي، حاجه كده سكه تانية. بص شوف، بص فاهمين قصدي ايه، شايف التسويه عامله ازاي، شوف 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 مفيش حاجه. بالهنا والشفا لحضراتكم، وده الطبق الثالث، وبكده يكون خلصنا حلقتنا النهاردة. رب يكون الحلقة تكون عجب حضراتكم. أكل بسيط، سمك بولتي فصنية، سمكاية قش بياض معمولة باني، وحبة رز، وبالهنا والشفا. أشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة، والسلام عليكم.